مصر لا تستطيع الانعزال عن العالم باعتبارات كثيره ممكن اشرحها لك، بس هي اساسا كده اذا بنقول بالمصري كده من الاخر، فكره الانعزال مش وارده في مصر طبعا. انا عايش في قارتين، ناس بتنسى سينا دي في اسيا، على بحرين ابيض والاحمر، بستورد 60% من اكلي، ميتي جايه من الخارج، عايز اجيب استثمار اجنبي، عايز اجيب سياحه، ونضيف زي ما نضيف حتما لازم يبقى لي علاقات خارجيه كثيره ومتنوعه. ايه اللي بيأمنني؟ ان عندي اكثر من خيار. مش هقاطع امريكا، طالما انا عايز يبقى لي علاقات دوليه حتما هخبط في الامريكان، هخبط بمعنى هلتقي بالامريكان ايجابيا او سلبيا، وهلتقي بالصيني وهلتقي بالروسي. ما اقدرش، مش هقطع جسور، ما اقدرش اقطع جسور، اقطعهم ليه؟ انا في النهايه الشيء اللي دايما الناس بتنسب دايما للدبلوماسيين، انك انت كسفير في الخارج عليك انك تحسن العلاقه بينك وبين الدوله اللي انت معتمد فيها. انا اطلاقا انا ولا ليا دعوه بتحسين العلاقه دي، تحسين العلاقه دي نتيجه مش هدف. انا مسؤوليتي حمايه المصلحه المصريه. صح. ده بقى بتيجي عن طريق تحسين العلاقه بعملها. بتيجي من خلال خناقه هعمل. حامل. وحامل الاثنين في ظروف معينه. فايوه الامريكان اتعودوا على عالم القطب الواحد او الاوحد بعد ما الاتحاد السوفيتي انهار. ومش عايزين منافس تاني. الصين اصبح منافس اقتصادي قوي ومنافس تكنولوجي له مستقبل. روسيا منافس او قوه عسكريه اكتر منها قوه اقتصاديه، والاتحاد السوفيتي انهار اقتصاديا مش عسكريا طبعا. فنعم الصين له دور في المشرق وفي شمال افريقيا طبعا، لهم نشاط قوي في العاصمه الاداريه هنا وبيشتغلوا شغل كويس يعني. والامريكان بيشتكوا بين حين والاخر، انما مع الوقت طالما انت ما بتستعديش حد الكل هيتعود.